خطفت الأميرة ليلى سلمى عاقلة الملك محمد السادس الأضواء باللوك الجديد الذي ظهرت به خلال ترأسها بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر حفل تكريم الفنان الراحل محمد أمين دمناتي، حيث انتشرت صورها بشكل كبير على صفحات الفيسبوك. وأعجب الفيسبوكيون بلوك الأميرة، حيث جاء أغلب التعليقات للحديث عن تألق الأميرة وجمالها الخلقي والأخلاقي، وكذا عملها الخير الذي تقوم به على مستوى المغرب. وعرفت الصور مشاركات كثيرة وتفاعلت معها العديد من الصفحات الفيسبوكية ورواد العالم الأزرق.